عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام أستاذ محمد، اتفضل يا أستاذ محمد. نعم وحضراتكم بخير. وأنت بالصحة والسلامة. والله الدكتور بتاعك ده حتة عسلايه. الله يخليك. الله يخليك يا أستاذ محمد. اتفضل يا أستاذ محمد. السؤال والله بالنسبة للجهاز الهضمي يعني وصفته برضه والدكتور باطني. اتفضل. أنا عندي التهابات في القولون وبيعمل لي زي حرقان في ظهري كده برجلي كفوف رجلي من تحت كده. يعني حضرتك ده مزمن ولا حديث؟ لا مزمن. بقاله قد ايه سيادتك؟ انا من 2006 دي. من 2006 وهو بيجي لك، خدت ادويه ايه يا فندم؟ انا خدت اللي هو نمصاص ابن محمد للزكام. والبريمار ده ولا اسمه؟ يعني في اسهال وامساك وكده ولا؟ ساعات بيجلك كده وساعات بيجلك كده. طيب وحرقان في الرجلين ده له علاقه بيها ولا عندك مرض تاني غير القولون؟ لا لا مش غير القولون. طيب هقفل وهرد على سيادتك. حاضر. شكرا استاذ محمد. شكرا. ناخد الاتصال التالي لو في عندك حد انه بعدين. اتفضل يا دكتور. تمام. طيب لو عندك حد ناخده. لا تمام طبعا عشان حته بحته. هو التهاب القولون ده حضرتك لازم في الحالات دي نعرف سببه ايه، لانه واضح ان هو خد ادويه من غير ما يعمل الفحوصات. تحاليل القولون لا تعني تحليل براز. تحليل البراز ده يعني لا في الاماكن بتاعتنا لا ناخذ بها. تمام. لكن احنا بناخد عينه تافهه جدا جدا، منظار بسيط، وبناخد عينه من الغشاء المخاطي حجمها لا يتجاوز ملي، وبتتفحص تحت الميكروسكوب. منها نوع بنسميه اللي هو الطازجة، يعني بناخدها على طول ونفردها ونبص عليها في ساعتها، وفي نوع نصبغه ونشوف ايه القصة دي. تمام. ده عشان نبقى سريع. قد نحتاج الى منظار قولون طويل يعني يوصل لحد اخر القولون، واخد بال حضرتك؟ نشوف بقى التقرحات بجد ولا التهابات وانواعها ايه. لكن انا هحاول اساعده. هياخد حاجة اسمها سلازوبايرين حبتين بعد الاكل 3 مرات في اليوم لمده شهرين. لو جابوا نتيجه يبقى كويس. تمام. ما جابوش نتيجه يبقى اللي هنضطر ناخد عينه ربما يكون بالهريسيا زمان، انا ما اعرفش طبعا، لان لو هاخد الحاله ممكن اقعد فيها فتره طويله والهواء يروح منها تقارير. يعني. طب